من دبي معي دكتورة فاطمة كمال دين، استشارية تغذية والتنحيف. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. إذا هذه الساعات لتنظيف ساعات الصيام الجسم من السموم، ولكن مش بكل الحالات، هذا يعتمد على الأطعمة ونوعيتها التي نأكلها في إن كان بوجبات الإفطار أو السحور، صحيح؟ مساء الخير. أهلا معك وسهلا. حق، صحيح. دائما نحن الامتناع عن تناول الأكل والشرب لوقت طويل أكيد بيساهم بتنقية وتنظيف الجسم، بس أكيد لازم نكون عم نعتمد نظام غذائي صحي أولا لحتى نحن يكون في عنا تنظيف من السموم. لازم نشرب أكيد كمية كافية من السوائل والمي كل الفترة المسائية، على الأقل 8 أكواب من المي. كمان دائما بننصح للأشخاص يلي ما بيحبوا كتير يشربوا مي انه يضيفوا لهيدا المي بعض من بذور الشيا او الليمون والنعناع، هيدا كمان كتير بيساعد على تنظيف الجسم من السموم. كما انه في اطعمه كتير لازم نحن نتجنبها مثل العصاير يلي بنشتريها دايما من السوبر ماركت يلي بتكون فيها نسبه عاليه جدا من السكر المضاف. دايما بننصح لحتى اذا الشخص جاي على باله عصير ضمن الافطار انه يتناول مثلا كوب من عصير الجريب فروت او الليمون أو أي عصير محضر بالبيت، لأنه بيكون غني بمضادات الأكسدة بالفيتامين سي وبساعدنا كتير على تنظيف الجسم من هيدي السموم. كمان أكيد فينا نضيف بعض أنواع الأكل مثل الثوم، البروكولي، يلي هيدي بتساعدنا كمان بتخليص الجسم من السموم لأنه تحتوي على عناصر مثل الأليسين بتقوم بعملية هيدي الفلترة. كما انه فينا اكيد نحتسي او نشرب الشاي الاخضر بعد تناول وجبه الافطار بمده معينه مثل نص ساعه لساعه يلي هو غني بمضادات الاكسده. وما فينا ننسى كمان اضافه الخضره المنوعه لسلطاتنا واطباقنا اليوميه حتى الشوربه مثل البقدونس، الجرجير، البروكولي واضافه المكسرات، هيدي كلها بتساعدنا على تنظيف الجسم من السموم ضمن فتره الصيام. بشكل عام يعني للجميع أكيد. حتى يعني من ابرز ما ذكرتيه المي، اللي ما بيحب كثير يشرب مي لحاله، مع حامض، بروكولي، ثوم، العصائر طبيعيه بالبيت، شاي اخضر. معي دكتوره فاطمه؟ ألو، معي. اوكي، إيه معك. في كمان نصايح دكتوره فاطمه، مثل ما قلنا يعني حتى مش بس هيدي بتنطبق على الصائمين، يعني أكيد للجميع، أكيد ونصائح لكل كمان الأفراد. بشهر رمضان. ايه طبعا، كمان بشهر أكيد رمضان للصائمين، ويعني مش الكل رح يكونوا متبعين هيدي النظام الغذائي الصحي، وعم بيخبصوا هلا شباب، بيخبصوا بعد الهوا. شو النصائح القليله باخر الافطار؟ يعني المي مع حامض مثلا، الشاي اخضر، ولا لا هيدا مش رح يعوض عن الاكل الضار يلي اكلناه؟ لا، هلا اكيد نحن بننصح انه حتى بوجبه الافطار لازم تكون صحيه لانه بصير في عنا تلبك بالجهاز الهضمي. كل ما قدرنا انه نحرص على اكل صحي، نظام غذائي صحي بيكون افضل. هلا اكيد للاشخاص يلي ما بيقدروا يتبعوا هذا الافطار يعني يكون كله بطريقه صحيه، اكيد بنحاول نقول لهم على القليل الفتره يلي بعد الافطار لفتره السحور انه نحاول نشرب، لانه كميه السوائل بس ناخذها بكميه جيده كمان بتعوض لنا عن النقص يلي صار ضمن الافطار. فدايما كمان حتى بننصح انه المي ما ياخذوه دفعه واحده، دايما تكون اكواب المي تدريجيا. اوكي، شوي شوي كل ساعه يحاولوا انه يشربوا كوب من المي لحتى اتليست يعني على الاقل انه يكونوا عم ياخذوا 8 اكواب من المي. شكرا لكل هذه النصائح دكتورة فاطمة كمال دين، استشارية تغذية وتنحيف، كنت معي من دبي. شكرا.